أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية عن سعادته وارتياحه لسلاسة سير العمليات الانتخابية في الخارج والإقبال الكثيف من الناخبين على التصويت، والذي يعكس إيمانهم الشديد بالنهج الإصلاحي الذي أرسى دعائم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ووعيهم الكبير بأهمية هذا الحدث الوطني الذي تشهده مملكة البحرين. وأكد معالي وزير الخارجية أن العملية الانتخابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج سارت على أكمل وجه، حيث اتخذت سفارات وقنصليات مملكة البحرين كافة الترتيبات اللازمة لتسيير عملية الانتخابات بكل أريحية ويسر، وفي بيئة منظمة وجاهزية عالية تليق بمثل هذه المناسبة الوطنية الهامة. وأشار معالي الوزير إلى استقبال البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج لوفود المواطنين منذ الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء في 29 عاصمة ومدينة مختلفة حول العالم، بينما كانت لجنة مختصة في وزارة الخارجية تتابع عملية التصويت على مدار الساعة، والتي بدأت بسفارة مملكة البحرين في طوكيو وستنتهي بسفارة مملكة البحرين في واشنطن والبعثة الدائمة لمملكة البحرين في نيويورك غدا في تمام الساعة 4 فجرا. وتقدم معالي وزير الخارجية بخالص التهنئة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة نجاح العملية الانتخابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج.